السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي في يوم جديد في فيديو جديد راح نوري لكم فيه وحدة الوصفة بنينة بنينة ويحبوها ولادي بزاف بزاف وزوج تاعي ما فيها نيبصل نيثوم علاش باسكو انا عندي زوج تاعي ما يكون نيبصل نيثوم الو فوالا هنا واش نديرو ناخذ ثلاثه حبيبات بطاطا ولا الكونتيتي اللي تحبيها تغليهم هنا في الماء والملح انا صراحه اول مره نغليها وفات توجو نفورها اونتر هنايا درت زوج خبزات فطير باش و وو... وو... واني حابه ندير لكم فيديو نوريكم الطريقات الخاصه في الفطير ما بزاف وصفات مي هذه درتها هكاك وخلاص ونجحت لي بالمية نعود نوليو الوصفه تاعنا هنايا يا لو بولي هاشي ولا الدجاج المفروم تاعي درتلو شويه زيت وزبده خليتهم حتى الزبده ذابت تاع عليهم الدجاج تاعي درت الملح الكمون العكري فلفل اسود والزنجبيل خلطتهم هكا خليتهم يتقلاو مليح مليح باش يدخلوا لي زيبيس في الدجاج تاعي زدت مغرفه صغيره تاع النعناع مغرفه صغيره تاع الهريسه ونخلطهم مليح لا موطاردة علاش باسكو تخلينا الجوج تاعنا توجو طري هنا آه وسيت كامل هذه البطاطا عبصتها مي خليت فيها كلكو مغسو باسكو الغاتيه تاع البطاطا يجي بنين كي ديروا هكا لو كلكو مغسو تاع البطاطا ما يجيش كامل مرحي زدت عليها هنا زوج حبيبات تاع لافاش كيغي وتزيدي الفرماج لي حبيتي هنا كما وريت لكم ديجا في الفيديو السابق هذه كويزينو كريم فريش بنينه بزاف سورتو لي شوس سالي لي تجي بنينه بزاف زدت لها شويه تاع لا كريم فريش وشويه تاع زعتره هنا اللي تاعي كان طاب زدت له شويه تاع زعتره وش ندير هنايا ناخذ لو مول تاعي فوالا حطيت كطبقه اولى البطاطا بهذه الطريقه و تكون مشبعة مليح بلا لا كريم فريش صافي كتجي بنينة الوغ ونزيدو الطبقة الثانية درت الدجاج تاعي بهاد الطريقة من بعد اللي حاب يدير لا كريم فري اه واسمو عفوا يدير البيشاميل من تجيني ثقيلة هكا في لي غراتان تجيني ثقيلة ما نحبهاش اه فوالا دلت وش واش انا درت واش درت من فوق درت لا كريم فريش من فوق وغطيت بها كامل هذاك الدجاج من بعد درتها في الفوق يكون مسخن على 180 درجة طيبتها من تحتها خليتها طابت هي كلش فيها طيب مي كي يتخل باش يتخلطوا هذوك لي تجينا حاجه وسي بنينه نخليها طيب واحد 15 20 مينوت وما نشعلها من الفوق نحمرها هذيك لا كريم فريش تحمر لنا من الفوق ونتحصلوا على هذه النتيجه في لا شو شنو تعجبكم الوصفه تاعي وما تنساوش تدعمونا باللايك وكومونتير والسلام عليكم ورحمه الله